اخواتي مرحبا بكم على قناه ام اماني. ان شاء الله الكل في تمام الصحه والعافيه. اليوم باذن الله راح نحضر مع بعض لسوفلي بطريقه سهله واقتصاديه بعجينه من دون عجن من دون جهد بمقادير بسيطه، والنتيجه اكثر من رائعه ان شاء الله تنال وصفه اليوم اعجابكم. اذا نبدا على بركه الله بالمقادير. راح نحتاج الى كاس من الحليب الدافئ، ربع كاس من الزيت، بيض، حبه بيض والصفار نحتفظ به لي دهن لسوفلي فيما بعد، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز تكون ممسوحة، نصف ملعقة كبيرة من السكر، كمية من الملح على حسب الذوق، وكمية من الفرينة أو الطحين على حسب الحاجة. بالنسبة للطريقة راح نخلط كل من الحليب الدافئ، وأكيد أنه الحليب دافئ وليس ساخن، مع كمية الزيت، بياض حبة بيض، كمية الخميرة والسكر والملح. نخلط كل هذه المقادير مع بعض ونضيف كمية الفرينة أو الطحين حتى نحصل على عجينة تكون ماسكة. نضيف كمية الفرينة أو الطحين حتى نتحصل على عجينة تكون طرية نوعا ما. راح نجمع فقط بالفرينة أو الطحين دون عجن العجينة، وراح نتحصل على سوفلي قطني. العجينة رائعة لكل أنواع المعجنات. نضيف كمية أخرى. إذا راح تحصل على عجينة تكون بهذا القوام، يعني تلتصق نوعا ما باليد هكذا. راح نغطيها ونتركها حتى تختمر وتضاعف حجمها. إذا بعد ما اختمرت العجينة أخواتي راح نقوم بتقسيمها إلى عدة كويرات. نرش كمية من الفرينة على طاولة العمل، نشكلها إلى كويرات متساوية الحجم على حسب الرغبة. دائما نستعين بالفرينة. إذا بعد ما شكلت العجينة إلى كويرات، أنا عطتني 13 كويرة على حسب الحجم. نبدأ ببسط العجينة بعد ما نرش كمية قليلة من الفرينة. بالنسبة للحشو عندي كمية من صلصة الطماطم الخاصة بالبيتزا، سأضع لكم رابط الوصفة أسفل الفيديو. عندي كمية من البيض المسلوق وجبن السندويتشات. هنا ممكن إضافة كمية من التونة، يعني يبقى الحشو دائما اختياري. هنا راح نضع كمية من الماء على الأطراف. ونضع كمية من الصلصة. نضع البيض المسلوق. وأخيرا راح نحط كمية من الجبن الخاص بالساندويتشات هكذا. ونغلق العجينة بواسطة شوكة، راح نضغط على الأطراف لتجنب خروج الحشو. إذا بعد ما شكلت السوفلي نقوم بدهنهم بصفار حبة بيض اللي احتفظت بها من قبل، نضيف لها كمية من الحليب. إذا بعد ما دهنتها بصفار البيض رشيت عليها كمية من الجنجلان، تركتها ترتاح حوالي 15 دقيقة، من 10 إلى 15 دقيقة، ثم نقوم بإدخالها لفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. هذا هو شكل لسوفلي أخواتي بعد ما قمت بإخراجه من الفرن. راح نتحصل على سوفلي قطني، لاحظوا عجينة قطنية يعني من دون عجن وبمقادير بسيطة. تحصلنا على هذا السوفلي، لاحظوا شكلهم من الداخل.
إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.